بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم إن شاء الله تكون تكملة لما بدأنا سويا على مدار شهر 4 حلقات نتحدث في هذا العنوان. هذا هو الجزء الرابع من الحجامة وآلام العظام. تحدثنا في 3 حلقات ماضية عن هذا العنوان، واللي بيشاهدنا الأول مرة بس يعني سريعا معلش استحملوني شوية هنعيد بعض النقاط البسيطة اللي احنا تحدثنا فيها. أمراض العظام ليست بالبسيطة وليست بالهينة وليست بالقليلة، علشان إن أنا أقدر إن أنا أضمها في 5-6 حلقات أو 10 حلقات أو 20 حلقة أبدا. أمراض العظام كثيرة جدا. تخصص العظام تخصص رائع وكبير، أمراض وجراحة العظام تخصص كبير جدا في المجال الطبي، وبنحاول نشوف العلاقة ما بين الطب البديل وأمراض العظام. وأيضا وضحنا لحضراتكم أن إحنا تناولنا هذا العنوان في بداية الشتاء كيدا في تجار البشر اللي مغرقين الشاشات والتواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، بكريمات العظام التي تنهي تماما كل أمراض العظام بمجرد دهنة أو دهنتين. وقلنا ان دول تجار بشر واحنا سميناهم بهذا المسمى عشان تبقوا معايا في الصوره، ولي الفخر ان انا صاحب هذا المسمى وعلى مسؤوليتي الشخصيه وعلى عاتقي الشخصي، لان هم لا يمتوا الى الطب بصله، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعلموا شيء عن الطب ولا يعلموا شيء عن التشخيص ولا العلاج ولا اي شيء ابدا، ولكنهم اتخذوا من الطب والمجال الطبي باب وواجهة للتجارة على حضراتكم، وعلشان كده احنا سميناهم تجار البشر. وزي ما بقول لحضراتكم مليين التلفزيون شاشات الفضائيات كلها ومواقع التواصل الاجتماعي بأكمله عن كريمات العظام، وهو ده الوقت بتاعهم. وزي ما قلت لحضراتكم هم بيتخيروا أوقات معينة بيشتد فيها المرض الفلاني فيشتغلوا عليه، يختاروا أوقات معينة الناس بتنظر إليها. يعني مثلا كمثال في بداية الصيف التخسيس، لأن أنا ابتدي ألبس خفيف وابتدي جسمي يظهر وابتدي فنشتغل على التخسيس، وده حدث ولا حرج. يعني كمية الوهم اللي تباع وتساق وتسوق على حضراتكم ليس لها أول من آخر. نيجي في أول الشتاء كده، طب تعالوا نشتغل على أمراض العظام، الناس هتبتدي بقى الدنيا تبرد والعظم يوجعنا ونبتدي نشتكي من التمزق العضلي، التمزق إلى آخره، ألام العظام، فنبتدي نشتغل على كريمات العظام. هو ده منهج تجار البشر، بعيدا طبعا تماما عن الطب وعن المجال الطبي، ويبتدي يسوق لحضرتك كثير جدا من المنتجات والكريمات والكورسات إلى آخره. والحاجة المبهرة التي لم تحدث من قبل ولا أول مرة في مصر ولا أول مرة في الوطن العربي ولا أول مرة في العالم ولا أول مرة في الإنسانية إلى آخره من هذه العبارات الرنانة اللي بيحاول أنه يزن بيها على ودان حضرتك ويجذب حضرتك، ويبتدي كمان علشان يزيد التأكيد ان هو يجيب شيخ او صاحب قناة وداعية ويبتدي يعلن عن كريم عظام وانا زي ما بقول لحضراتكم، او يعلن عن الطب باي شكل من الاشكال وليس له اي علاقة من قريب او من بعيد للطب، وهذا تدليس وغش حتى وان كان المنتج مرخص، لانه مرخص في معهد التغذية ككريم مساج وليس كريم معالج، ولكنه يتخذ من هذه الواجهة على أنه مرخص وأنه له رقم ترخيص إلى آخره. كل هذا تدليس وغش على حضراتكم. نجد مذيعة تتحدث وكأنها قد يعني فتحت أبواب الطب على مصراعيه للتخلص من أمراض العظام. نجد فنانة أو ممثلة قديمة وليس لها عمل الآن فتبتدي أن هي تعلن عن كريمات العظام، ولو كلمتها تقول لك أنا ممثلة، أنا بمثل إن أنا كنت مريضة وإن أنا خفيت إلى آخره. ونجد 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 كل هذه الأشكال هتقابلوها حضراتكم على شاشات الفضائيات. وعلشان كده إحنا ابتدينا إن إحنا نتكلم عن أمراض العظام، وابتدينا إن إحنا نتكلم عن تخصصنا وهو الطب البديل وأمراض العظام، وهذا هو الجزء الرابع من هذا العنوان. في الحلقة السابقة اتفقنا مع بعض ان هيكون في معانا 4 أسئلة محورية للحلقات بتاعتنا، وهي اول حاجة الحالات المركبة او المعقدة، ان يبقى في اكتر من مرض من امراض العظام او مرض اخر مع مرض العظام.
ودي شفناها مع بعض. أيضا هنتحدث عن الحجامة والتخسيس في علاج أمراض العظام، هل لهم علاقة أم لا، وده هنتناوله النهاردة إن شاء الله في هذه الحلقة، في مضمار هذه الحلقة. أيضا هل الحجامة مؤلمة، وده سؤال يهم حضراتكم جدا جدا، لأن كتير جدا لا يعلم عنها شيء ويسمع عنها فقط إن أنا لازم أصوم قبلها، إن أنا ما أشربش لبن وما أكلش لحمة. أنا مش عارف إيه العلاقة بصراحة، يعني طبيا لا أجد أبدا أي مبرر لهذه العلاقة، ولكن يعني هم يحبوا إيه، يحبشوا الموضوع شوية، اللي هم الجماعة العشوائيين، الجماعة اللي هو ملوش علاقة بالطب خالص، ويسمع عنها بقى إنه بتسيب أثر جامد وبيشرد جامد ويجيب دم كتير وفلان أغمى عليه وفلان حصل له، كل ده عشوائيات وليس لها أي علاقة بالطب أبدا. وعشان كده كان السؤال ده مهم جدا لحضراتكم، هل الحجامة مؤلمة أم لا؟ أيضا سؤال مهم جدا، هل علاج أمراض العظام وتناول أمراض العظام بالطب البديل مجرد مسكن مؤقت أم أنه علاج نهائي؟ وده برضو اللي احنا هنشوفه في مسار حلقة اليوم إن شاء الله، وهنقدر نتعرف على كل إجابات هذه، كل هذه الأسئلة مع بعض. طبعا الحلقات الماضية احنا شفنا كثير من الحالات المتعددة الاختلاف في أمراض العظام، السياتيكا، عرق النسا، والفقرات العنقية، وأيضا شفنا الركبتين، وأيضا شفنا الفقرات القطنية والانزلاق الغضروفي إلى آخره من كل هذه الأمراض اللي أصحابها لفوا كتير جدا على مخ وعصاب، ولفوا كتير جدا على أمراض عظام، ولم يجدوا النتيجة النهائية لعلاج هذه الأمراض. ليس تقليلا من شأن الزملاء الأفاضل أخصائي العظام والزملاء الأفاضل أخصائي المخ والأعصاب، ولكنه مقارنة ما بين آليات الطب البديل وآليات الطب الغربي، وكما ذكرت لحضراتكم في الحلقات السابقة تختلف النظرة الطبية في العلاج، في آليات العلاج. التشخيص واحد والكشف واحد، ولكن آليات العلاج هي التي تختلف من الطب البديل إلى الطب الغربي، وشفنا الفرق الشاسع على لسان المرضى نفسهم مع الشرح بتاعي اللي قلته لحضراتكم، وأتمنى أن هو يكون بسيط ويقدر قدرنا أن احنا نوصله لعقول حضراتكم. الحلقة الماضية تحدثنا عن الروماتويد، وكان يتبقى لنا حاجة واحدة بس اللي هي التحاليل، هل فعلا الحجامة والعلاج بالطب البديل زي ما هو ضيع لي الأعراض اللي موجودة للروماتويد، هل هيستطيع فعلا ان هو يظبط لي التحاليل تاني واجد ان التحاليل تنزل ولا لا؟ وده لان احنا قلنا ان الروماتويد بيشخص عن طريق حاجتين، يا اما التحاليل والاعراض او الاعراض فقط. يعني ايه الاعراض فقط؟ ممكن تكون اعراض الروماتويد موجوده، الام في المفاصل تنتقل من مفصل الى اخر، والام في المفاصل الكبيره والمفاصل الصغيره، ده يشخص على انه روماتويد. طب اجي احلل الاقي التحاليل ما فيهاش حاجه، بنسميه روماتويد سلبي، نيجاتيف روماتويد، الاعراض موجوده ولكن التحليل مش موجود. الجانب الاخر ممكن اجد ان التحليل موجوده مع الاعراض، وفي هذه الحاله هيهمني قوي كمريض، وطبعا يهمني كطبيب، ان هذه التحاليل اجد ان هي ابتدت تتظبط وابتدى الروماتويد ينزل وسرعه الترسيب تنزل وعامل الالتهاب ينزل والعامل الروماتيزم ينزل الى اخره في التحاليل نفسها. هي دي اللي كان فاضل لنا في الروماتويد لما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وشفنا الحالات الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرنا وخلانا وجعلنا سبب في الشفاء من هذه الحالات. يتبقى لنا حالة من حالات الروماتويد اللي هتثبت لحضراتكم ان احنا فعلا في الطب البديل نقدر ان احنا التحاليل بتاعتنا نجد ان هي ابتدت تنزل وتعود الى طبيعتها، ويبقى الروماتويد نيجاتيف زي ما كتير من حضراتكم بيتمنى، وزي كتير مننا احنا كأطباء بنتمنى ان احنا نصل الى هذه النتيجة. خليني اشوف المداخلة دي من حلقة سابقة عن الروماتويد وعن التحاليل بتاعت الروماتويد، ونشوف وصلنا فيها لفين، ونشوف كده التحليل فعلا اتظبط التاني مع اختفاء الاعراض ولا ايه الحكاية. خلينا نشاهدها مع بعض ونرجع نحللها من الناحية الطبية سويا. خلوني اخد ابو بكر معايا على التليفون. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا دكتور اسامة، بحييك واتمنالك التوفيق. ربنا يحفظك ويعزك ابو بكر، تفضل حبيبي. الله يبارك فيك. ايضا عند حضرتك من 9 شهور بخصوص مرض الروماتويد. لا انا ابو بكر علي صوتك شويه علشان اسمعك كويس. الله يبارك لك. حاضر. جيت عند حضرتك العياده من 9 شهور. تمام. بخصوص مرض الروماتويد عند الزوجه يعني. روماتويد نعم. تمام. وكانت النسبه عندها الروماتويد كانت 93. كانت كم؟ كانت 93. 93؟
نعم، والانتي تي سي بي كان 120. 120. ال 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 الاسم كان تحليل الانتي تي سي بي كان 120، وتحليل الروماتويد كان 93. تمام. هذا بفضل الله، يعني تابعنا مع حضرتك 9 شهور والحمد لله، يعني حاليا الروماتويد نيجاتيف، والانتي تي سي بي 57. ما شاء الله ما شاء الله. طيب بالنسبة للأعراض يا أبو بكر، إيه الأخبار؟ الحمد لله والله، لا الحمد لله، الآلام كانت الأطراف في المفاصل في اليد الحمد لله خفت يعني صراحة كثير، يعني الحمد لله. يعني نقدر نقول إن إحنا كده كام في المية شفاء بفضل الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله بفضل الله يعني عدينا حوالي 70%. يعني ما شاء الله ما شاء الله. طب كنا مشينا مشوار قبل كده يا ابو بكر بالنسبه للروماتويد، طبعا يعني رحنا لدكاتره كتير وشفنا علاجات كتير والكلام ده كله. نعم، جيت قبل ما اجي لحضرتك العياده كنت رحت للدكتور احمد ابو نصر، والله تابعت معاه 6 شهور، والله مستعان صرفت مصاريف كتير، يعني العلاج كان بيكلفني ما لا يقل عن 2000 ونص في الشهر. والله مستعان، كان تحسن ضعيف جدا يعني. تمام. طيب يعني يعتبر مش بيتعافى من عنده يعني. طيب بالنسبة للأعراض الحمد لله شبه انتهت تقريبا يعني. الحمد لله، بس يعني ألم بسيط بس يعني. تمام، بس احنا دلوقتي عم كده يطول. التحليل بتاعنا الحمد لله رب العالمين بقى نيجاتيف. تحليل رمضان يبقى نيجاتيف. تمام. طيب يعني اسال الله العظيم سبحانه وتعالى ان يتم الشفاء عليك، واسال سبحانه وتعالى ان يتم نعمته عليك وعلي وعلى المسلمين اجمعين يا رب. امين امين. اهلا وسهلا بحضراتكم وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، وعنوان الحجامه وامراض العظام الجزء الرابع. الروماتويد لما ابتدي اعمل التحليل بتاعه بتختلف الدرجه بتاعته، وشده المرض هتتحدد بنتيجه التحليل بتاعي. الحاج ابو بكر كانت الاعراض عنده مفاصل الاطراف الصغيره فيها الام شديده جدا، وكان تحليله عاليه قوي، يعني الروماتويد كان 93 والاي اس او تي كان 120، فالاريثروسايت الاي اس او تي، فدي تحاليل عالية جدا من الناحية الطبية. فإن احنا الحمد لله رب العالمين نصل بالتحليل إلى نيجاتيف بعد ما كان 93، أعتقد ده يدل لحضراتكم أن هذا علاج وليس مجرد مسكن. إن أنا أوصل للإي اس أو تي ل 57 الحمد لله رب العالمين، يعني بعد ما كان 120 برضو يعتبر علاج وليس مسكن، ودي نقطة مهمة جدا جدا إن احنا نشتغل على التحليل نفسه وأصل بالتحليل بفضل الله سبحانه وتعالى بجانب الأعراض اللي اختفت، فنجد نتيجة طيبة زي ما أبو بكر بيقول 70% بفضل الله سبحانه وتعالى في مرض زي الروماتويد، يعتبر إنجاز طبي بمعنى الكلمة. هيجي السؤال التاني اللي احنا عايزين برضو أثرناه في أول الحلقة الماضية وأول هذه الحلقة، الحجامة والتخسيس وأمراض العظام، هل لهم علاقة مع بعض ولا دي حاجة ودي حاجة تانية خالص؟ لا طبعا ليهم علاقة وطيدة جدا جدا مع بعض. وزي ما شرحنا من قبل أن الوزن الجسم بيدي 4 أضعافه على المفاصل، بمعنى لو حضرتك وزنك 100 كيلو فالركبتين بتوعك شايلين 400 كيلو جرام، لو وزننا 80 شايلين 320، اضرب في 4 على طول. معنى هذا ان انا لو خسيت 10 كيلو يبقى انا شلت 40 كيلو من على المفاصل، سواء العمود الفقري او الركبتين. لو خسيت 5 كيلو يبقى انا شلت 20 كيلو، وده طبعا بيعتبر عبء كان موجود على المفاصل وعلى العظام، وبالتالي نجد ان التخسيس نقطة مهمة جدا في علاج امراض العظام. وكتير من حضراتكم اللي اسال الله العفو والعافيه لنا ولكم جميعا اللي بيصاب باي مرض عظام مجرد ما يروح للدكتور لو شافه زايد في الوزن يقول له لازم تخس، يقول له لازم تخس، دي اول خطوه في العلاج. وبالتالي الطب البديل له باع طويل في التخسيس، وزي ما بقول لحضراتكم نحذر شويه من كميه الاعلانات الفظيعه عن التخسيس وكميه البرامج المباعه التي ليس لها اي علاقه بالطب من قريب او من بعيد عن التخسيس وعن ادويه التخسيس، وانا حذرت منها كتير جدا لان هم للاسف ليس لهم اي علاقه بالطب من قريب او من بعيد، وليس بطبيب وليست بطبيبه، ويستخدموا اشياء
يعني حرمت دوليا، ولكنها للأسف بتستخدم تحت بير السلم زي ما بيقولوا، وبتجيب مشاكل صحية كتيرة جدا جدا جدا. فنحذر تماما التخسيس عن طريق النت أو عن طريق أو تواصل اجتماعي أو عن طريق الشاشات. كل هذا هراء بمعنى الكلمة. لا تجعل نفسك فريسة لهذا النصاب أو لهذه النصابة. ابعد تماما بصحتك واموالك عن هذا النصب المنتشر جدا 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 بصوره فعلا فعلا تجعل كثير من حضراتكم يعتقد ان هذه حقيقه، ولكنها لا تمت الى الطب باي صله من قريب او من بعيد. واحنا عملنا قبل كده حلقتين مهمين جدا كان اسمهم التخسيس علاج، وليس مجرد رفاهيه، وليس مجرد اعلان، وليس مجرد منتج، وليس مجرد اعشاب. التخسيس علاج، له خطته الطبية العلاجية، له جوانبه اللي أنا بلتزم بيها، لما بقف في الوزن بنعمل إيه، لو رجعنا تاني بنعمل إيه، إلى آخره. كل هذه النقاط ناقشها الطب ووضع لها حلول جذرية بمعنى الكلمة. نبتعد تماما عن التخسيس عن طريق التواصل الاجتماعي وما أكثره، وأيضا التخسيس عن طريق البرامج المباعة والإعلانات التجارية على شاشات التواصل، على شاشات الفضائيات. زي ما بقول لحضراتكم التخسيس يعتبر أول درجة من سلم علاج أمراض العظام. طيب هل من الممكن أو من الجائز أن أنا أدمج ما بين الحجامة والتخسيس في حالة من الحالات؟ والله إن كانت تحتاج وشايف أن الحالة لابد أن هي تخس، وفي نفس الوقت عايزين نعمل حجامة، يبقى أنا هشتغل على الحالتين، والاتنين من تخصص الطب البديل، والاتنين عن طريق طبي وعن طريق طبيب متخصص، هجد نتيجة رائعة جدا بمعنى الكلمة. خلينا نشوف المداخلة دي من حلقة سابقة كانت بتعاني من أمراض العظام، وكان لابد أن احنا ننزل الوزن شوية علشان أجد نتيجة ترضيني وترضي المريض بتاعي، وربنا يجعلنا سبب في إزاحة هذه المشكلة تماما عن المرضى. خلينا نشاهد هذه الحالة وركز فيها الأعراض والمرض الموجود، وكان ليه أنا لازم أخسس المريض بتاعي. خلينا نشوف المداخلة دي ونرجع نحللها من الناحية الطبية. أم أحمد، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور أسامة، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك يا رب، وكل عام حضرتك بخير والقناة بخير وإن شاء الله الدنيا كلها بخير يا رب. وأنت طيبة يا أم أحمد، وأنت طيبة يا أختي الفاضلة. الله يبارك في عمرك. انا الحمد لله انا عامله حجامه عند حضرتك من شهر 8 اللي فات، عملت 8 و9 و10 وبعدين اخذنا راحه 3 شهور، وبعد كده عملت الحجامه التنشيطيه والحمد لله انا كويسه. كنت عامله على الفقرات العنقيه والقطنيه والركبتين والحمد لله انا كويسه جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. الحمد انا بقى لله. بس الحمد لله ربنا يبارك في عمرك يا رب دكتور اسامه. يعني النتيجه مرضيه يا ام احمد؟ لا الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لحضرتك انا ساكنه في الدور الخامس ولازم اطلع وانزل وكده، والحمد لله الحمد لله بطلع وبنزل والحمد لله الدنيا كويسه وبخير الحمد لله. لكن قبل الحجامه كان في مشكله في الطلوع والنزول طبعا. كان في مشكله في الطلوع والنزول والوقفه، وبصراحه برضو خفضت وزني الحمد لله برضو على ايد حضرتك، والحمد لله الامور مستقره بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد تمام. لله تمام الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. انا الله يبارك في عمرك. انا بقى جايه تاني لحضرتك ان شاء الله بعد اسبوعين، انا حجزت عشان انا عندي مشكله في مفصل الايد اليمين. فانا بس عايزه اي مسكن عشان انا مش بنام بالليل بصراحه، الالم بيصحيني، عايزه اي مسكن عشان على بال ما اجي لحضرتك. بس هو ده انا طالباه من حضرتك. انا واخده قرص زبيب وبدهنه وما شاء الله ما شاء الله يعني الامور مستقره جدا جدا، بس لما اشيل حاجه بايدي اليمين يعني عشان هي الشغل البيت كله بيها ممكن اصحى بالليل بسبب الالم، فعايزه بس اي مسكن لان الحمد لله حضرتك بتكتب بالمسكنات اللي هي الامنه للمعده، انا عايزه بس اي مسكن على بال ما اجي لحضرتك ان شاء الله. حاضر يا ام احمد، حاضر. جزاك الله خيرا على المداخله. اهلا وسهلا بحضرتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، الحجامه وامراض العظام الجزء الرابع. وهل يجب ان احنا نخسس ان كان الوزن زائد في امراض العظام ام لا؟ يجب ولابد ان احنا نخسس لو كان الوزن زائد في امراض العظام. ام احمد كانت بتشتكي، ودي نقدر ندرجها تحت الحالات المركبه، ما عندهاش فقرات عنقيه فقط، ما عندهاش فقرات قطنيه فقط، ما عندهاش خشونه ركبتين فقط، لا ده عندها الثلاثه مع بعض.
عندها فقرات قطنية، عندها فقرات عنقية، وأيضا عندها خشونة في الركبتين أو آلام في الركبتين. عندما ننظر إلى هذه الحالة من ناحية أو من وجهة نظر الطب البديل، لابد أن يشمل علاجي الثلاث مشاكل اللي موجودة معنا: الفقرات العنقية والفقرات القطنية وخشونة الركبتين. ما ينفعش أن أنا أقول للمريض بتاعي طب بص بقى أنا إيه يعني المرة دي هنعالج الفقرات العنقية وهتقعد معايا شهرين ثلاثة، وبعد كده تقعد معايا كمان 3-4 شهور في الفقرات القطنية، وبعد كده تقعد معايا 6-7 شهور في خشونة الركبتين. فطبعا ما ينفعش المريض بتاعي يبقى معايا طول العمر يعني. فيجب أن إحنا بنعالج جميع الأعراض وجميع الأمراض اللي موجودة. مفيش حاجة اسمها، لأن في كتير جدا من المرضى يقول لي طب أقول حاجة تاني؟ أه طبعا من حقك أن أنت تقول كل ما تشكو إليه للطبيب بتاعك، ده حقك مش تفضل من الطبيب. من حقك أن أنت تشكو كل المشاكل الطبية التي تلم بك في الجلسة الطبية بتاعتنا أو في الكشف الطبي بتاعنا، ده حقك وليس تفضل من الطبيب. ولو لقيت الطبيب لا لا كفاية كده، لا معلش مع احترامي ما تكملش، لأنه ليس أمين عليك وليس يعني يؤدي أمانته الطبية كما يجب. الفقرات القطنية والفقرات العنقية والركبتين عملنا حجامة الحمد لله رب العالمين، كانت النتيجة طيبة جدا، والسيدة الفاضلة كان حياتها تتطلب الطلوع والنزول السلم كتير، كان في مشكلة كبيرة قبل كده ولكن انتهت المشكلة تماما، وخفضنا الوزن زي ما سمعتم حضراتكم. وطبعا كل ده بأسلوب طبي معترف به دون أي أثار جانبية، دون عودة الألم مرة ثانية، دون عودة الوزن اللي احنا نزلناه مرة ثانية. وكل هذه النقاط مهمة جدا جدا جدا. السيدة محمد بتشكو من إيدها، ودي نقطة مهمة يعني ألفت نظر حضراتكم ليها، اللي هو ضيق العصب اللي احنا بنقول عليه نعمله تسليك، نعمله عملية تسليك. عملية التسليك هتجيب نتيجة جميلة قوي لمدة سنة أو سنتين، ممكن تكملش سنتين، ثم يرجع الأمر أزيد وأسوأ من الأول للأسف. ولكن مع الطب البديل والحجامة في هذا الموضوع بالذات، تنميل الإيدين وألام الإيدين سبحان الله بينتهي تماما دون رجعة ودون عودة، لأن أنا بنشط العصب اللي هنا، بنشط الدورة الدموية للعصب، وبالتالي تبتدي مشكلة ضغط المعصم الموجود أو ضغط الوتر اللي موجود هنا بتنتهي تماما، وما نلجأش الحمد لله رب العالمين للعملية الجراحية اللي احنا بنسميها التسليك. التخسيس مهم جدا، وشفناه في حالة مركبة من حالات أمراض العظام اللي عملنا معها حجامة، وما شاء الله عليها مشيت الخطة الطبية العلاجية كاملة بالحجامة العلاجية ثم الحجامة التنشيطية عشان ما يرجعش تاني المشكلة تماما، وبتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى دون عودة إلى الآلام السابقة، وأيضا التخسيس دون عودة إلى الوزن السابق بفضل الله سبحانه وتعالى، على طريقة طبية وبنظام طبي وليس أسلوب تجاري ولا كبسولات ولا الكلام اللي حضراتكم بتشاهدوه وبتشوفوه كتير جدا على الشاشات وعلى الإعلانات التجارية اللي موجودة على الفضائيات وعلى منصات التواصل الاجتماعي. طب خليني أشوف حالة تانية كده تثبت لحضراتكم أن أنا يجب أن أنا أتعامل مع الطب البديل وأمراض العظام بنظرة شاملة وبأسلوب طبي شامل. ما ينفعش أن أنا أخد حاجة وأسيب حاجة، وما ينفعش أن أنا يعني أعالج المريض من أمراض العظام وأسيب الوزن زي ما هو، لأن هيرجع تاني المشكلة وهترجع تاني المعاناة مرة تانية سواء بعد سنة أو سنتين. لا، أنا عايز أخلص وأخلص المريض تماما من المشكلة إلى الأبد بفضل الله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف المداخلة دي من حلقة سابقة، وركزوا معها كويس جدا لأن كانت الحركة معها صعبة جدا، وكانت الحياة اليومية بتاعتها صعبة جدا، والتحرك بتاعها والنشاط اليومي بتاعها حصل إيه بعد التعامل مع آليات الطب البديل. خلينا نشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة ونرجع مع بعض نحللها من الناحية الطبية. الحاجة أبو سعينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أمي، اتفضلي. عامل إيه؟ بخير وفضل من الله عز وجل، ربنا يحفظك. أنا الحاجة أبو سعينة من البحيري. أهلا وسهلا يا حاجة. أنا جيت لحضرتك والله وعايز نشكر حضرتك، يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك حاجة أبو سعينة. والله الحمد لله، كنت زي يعني خسيت وكنت ظهري وجعني، بقت كويسة الحمد لله، كان عندي غضاريف. والحمد لله والشكر لله. إحنا كان عندنا غضروف في الفقرات القطنية يا حاجة أبو سعينة.
اي والله كان بندلع بقى، ما كناش بنقدر نمشي، ولا كان عامل معانا ايه؟ والله كنت تعبانه وكنت بنصلي على الكرسي اكتر من 10 سنين اكتر من الحمد 10 سنين. لله. الحمد لله والشكر لله، ودلوقتي بنصلي وخسيت. بس عايزه نسال حضرتك على حاجه بقى، مش عارفه ان اليومين دول بنزيد يعني تاني، اللي هي بنزيد تاني في الوزن، طيب خلينا مش بس عارفه انا نوصل هقول لحد. لحضرتك، حاضر، بس خلينا عشان الساده المشاهدين يستفيدوا من المداخله بتاعت حضرتك، احنا كان والله بقالنا 10 سنين بنصلي على كرسي. والله الحمد لله دلوقتي، الحمد لله طيب والشكر ما لله تيجي كده بنصلي. نقول للساده المشاهدين احنا عملنا ايه؟ والله عملنا الحجامه، ايوه وعملنا وخدت اعشاب، وكان عندي كمان دهون على الكبد، ايوه والحمد لله رحت عملت عليها اشعه اللي يعني اليومين في العيد كده يعني، وعملت عليها اشعه تلفزيونيه عشان نسال، عشان عايزه نشوف الدهون دي ايه اخبارها، لان خدت برضو اعشاب وكده تمام. والحمد لله. والدكتور كنت رايحه له من سنه كده كان قايل لي انت عندك دهون على الكبد فظيعه، الحمد لله والشكر لله. قال لي انا مش اللي قدامي دي مش انت اللي انا شفتها الثالثه، ما صدقش والله نفسه عليك يعني، والله يعني هو ما كانش، هو انا قلت له ده انا خسيت، عاوز نعرف بس ايه اللي حصل. ما شاء الله عليك، ما شاء الله والله عليك، الحمد لله والشكر لله، والله يبارك لك والله. ربنا وكمان يحفظك في يا حاجة حاجه وسام. تانية كمان، ان انا خدت لك المديره بتاعتي في المدرسه، افتكرت حضرتك يا حاجة وسام، افتكرتني. لو كنت عارفني يوم ما رحت لك، افتكرت حضرتك، والمديرة الحمد لله رب العالمين ما والمديره كانتش الحمد بتقدر لله تقف، دلوقتي بتمشي والله كويس. الحمد لله كويسه الحمد لله، وجيت لحضرتك مرتين وهتجي لك كمان ثالث مره يعني الاسبوع اللي جاي دي، ان شاء الله ان شاء الله، وهنبعت لك كمان تاني ناس كمان. ربنا ربنا يحفظك يا يخليك حاجه ابو سينا، يا ربنا يحفظك، ربنا والله يجعلنا الحمد سبب. لله والشكر، امين يا رب. لكن بس الحمد عاوز لله رب حضرتك بقى، العالمين احنا كده والله الحمد عملنا لله شهرين الحمد لله. حجامه، ناقص لنا عملت شهر لا كمان. عملت 3 مرات، لا عملت 3 مرات، 4 مرات حجامه، انا ما عملت شاء كل الله حاجه. الكلام ده من انا ليا دلوقتي 8 شهور. ما شاء الله ما شاء الله. انا من شهر واحد كنت عند حضرتك، من شهر واحد. طيب تمام، الحمد لله رب العالمين، الحمد ودلوقتي لله. يعني انا بطلت، عملت 3 وعملت المره اللي هي التنشيطيه، التنشيطية والحمد تمام. لله والشكر لله والله، ربنا يا رب ربنا يجعلنا يبارك سبب لك يا لكل رب. خير ليكم يا حاجة امين أبو يا سينا. رب، ربنا بصي علشان يا أبقى رب. برضو هجاوب حضرتك اللهم على حتة امين. زيادة الوزن تاني ديت، حاضر. انا الان خلاص ومش عارفه كده، لا لا الثلاثه ما عادش هجاوب. بناخد اعشاب يعني، بنعمل شاي اخضر ساعات وكده. حاضر يا حاجة أبو يعني سينا، الله يكرمك يا هجاوب دكتور حضرتك، والله أنا ويبارك متشكر فيك ليك يا رب. جدا جدا، جزاك العفو الله والله خيرا. والله، ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب. ربنا يحفظك يا فندم، ربنا يحفظك، اتفضل يا ستي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية، وبرنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد، وعنوان مهم جدا الحجامة وأمراض العظام، وهذا هو الجزء الرابع، وأعتقد أن احنا نتحدث عنه 4 حلقات، ده يدل على أهمية هذا العنوان الحجامة وأمراض العظام. الحاجة بوسينة قبل ما أبدأ في تحليل الطبي للمداخلة بتاعتها، لاحظوا أن هي من البحيرة، من البحيرة، وسيدة فاضلة لا تستطيع أن تتحرك، وبتصلي من على الكرسي أكتر من 10 سنين، فإن هي تيجي من البحيرة إلى القاهرة وتكمل علاجها ما شاء الله، يبقى أكيد في النتيجة مرضية جدا، ونتيجة بتشجع أن المريض بتاعي يكمل العلاج بتاعه، ودي نقطة مهمة جدا جدا لازم أن احنا نضعها في الاعتبار. الحاجة بوسينة كان عندها فقرات قطنية في أسفل الظهر، وبتصلي وهي قاعدة على الكرسي، ودي برضو ان هنقول عليها من الحالات المركبة اللي احنا نقدر نتناولها من هذا العنوان، فقرات قطنية وزيادة في الوزن ودهون على الكبد. وزي ما بقول لحضراتكم ان الطب البديل يعني لابد ان هو يشمل الثلاث امراض مرة واحدة، ما ياخدش حاجة حاجة خالص، ما ينفعش. ابتدينا احنا نتعامل مع المشاكل الثلاثة اللي موجودة، عملنا حجامة الحمد لله رب العالمين، وبعد 10 سنوات من الصلاة على الكرسي قدرت ان هي تصلي وهي واقفة بفضل الله سبحانه وتعالى، سهل سبحانه وتعالى ان يسخرنا لكم. ودهون الكبد يعني خدت علاج لدهون الكبد، وحبت تتأكد ان هي دهون الكبد راحت او لا، فراحت لدكتور كان عمل لها اشعة قبل كده وقال لها انت عندك دهون كبد فظيعة. الدكتور نفسه مش مصدق اللي شايفه، بيقول لها اللي قدامي دي مش انتي، اللي قدامي دي مش انتي، انتهت تماما دهون الكبد الفظيعة اللي كان بيقول عليها، ورجع الكبد الحمد لله رب العالمين بكامل قوته وكامل كفاءته، وهو ده
سبب زياده الوزن اللي هي بتسال عنه. هي بتقول لي اليومين دول ابتديت ازيد في الوزن تاني. لا انا مش هطنش الكلمه دي، وانا اسف في الكلمه، مش يعني مش هداريها عن حضراتكم. احنا خسسناها وابتدت الحاجه ابو سالم بتقول لي انا ابتديت ازيد في الوزن تاني لان الكبد والامتصاص بتاعنا اصبح 100% ما شاء الله. فلازم نبتدي ناخد بالنا من النقطه دي، نبتدي بقى ان احنا نظبط الاكل بتاعنا شويه. هو ده سبب زياده الوزن وليس خلل في التخسيس. قدرنا نخسس الحمد لله رب العالمين، قدرنا ان احنا ننزل في الوزن، قدرنا ان احنا نعالج الفقرات القطنيه بعد ما كنا بنصلي على كرسي لمده 10 سنوات. اصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نصلي واحنا واقفين ونسجد لله سبحانه وتعالى، ودي نعمه ما بعدها نعمه بفضل الله سبحانه وتعالى. اساله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وعليكم أبد الحياة. وأيضا شلنا دهون الكبد اللي اختفت تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، وجابت لي المديرة بتاعتها، ولو ما لقيتش نتيجة كويسة ما كانتش هتجيب المديرة بتاعتها. يعني الحمد لله رب العالمين. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مفتاحا لكل خير لكم ومغلاقا لكل شر عنكم. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. حالة الحاجة أبو سينة من الحالات المركبة، فيها اكتر من مشكلة، وحالة ايضا بتقول ان احنا لازم ان احنا ننزل الوزن ان كان الوزن زائد في امراض العظام، وهي بقى لها 8 شهور. وده يثبت ان الحجامة او العلاج باليات الطب البديل علاج وليس مسكن. مش معقولة ان انا بقى لها 8 شهور انا مدي لها مسكن كل 8 شهور، ومش معقولة ان بقى لها 8 شهور والحالة ما رجعتش تاني ان كان مسكن. ده يدل لحضراتكم اجابة لسؤالنا اللي احنا عرضناه في أول الحلقة، هل الحجامة علاج أم مجرد مسكن؟ أعتقد هذه الحالة تثبت لحضراتكم أن الحجامة والعلاج بالطب البديل علاج نهائي وليس مجرد مسكن فقط. نشوف حالة تانية ولابد من التخسيس معها، لأن أمراض العظام اللي موجودة لازم أن أنا أشيل الوزن الزائد، ونشوف كده كانت بتعاني من إيه، وقدرنا من الناحية الطبية أن احنا فعلا نخسس، وسهل ولا كان من الصعوبة تخسيس هذه الحالة. خلينا نشاهدها سويا ونرجع مع بعض نحللها من الناحية الطبية. أم شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله، اتفضلي. الحمد لله. أنا بتصل بس عشان أشكر حضرتك على أنا جيت لحضرتك العيادة عشان أخس، وبعد كده خسيت، وبعد كده عملت حجامة كانت آخر واحدة امبارح، الحمد لله بقيت كويسه. يعني انا بتصل عشان اشكرك والله. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب يا ستي قبل بس ما تشكريني تعالي كده، يعني قول لنا كان الوزن كام واصبح كام وعملنا حجامه ليه؟ كان وزني الاول كان 81. كويس. ايوه دلوقتي بقيت 70. ما شاء الله، يعني 11 كيلو. الحمد كويس. لله. الحجامه بقى عملتها على ركبتي، كانت ركبتي الشمال اصلا انا تعبانه وعامله فيها عمليه، فبحمل على رجلي اليمين. فيها خشونه بقى، بلا كتير عندي خشونه عشان بحمل عليها. تمام. فلما جيت لحضرتك بقى عملت حجامه، قلت لي 3 مرات، فعملت بقى من اول مره والله الحمد لله كانت بقيت كويسه والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رب يعني من اول من اول جلسه حجامه يا ام شيماء حسينا بتحسن بفضل الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والله بجد، من اول جلسه حسيت بالفرق والله، بدعي لك على طول والله. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. طيب بعد ما خلصنا بقى الحجامه بتاعتنا حسينا بفرق اكتر؟ يعني اتحسنا تماما ولا لسه في نسبه؟ اتحسنا الحمد لله. انا كنت على طول لابسه الركبه وكان الم شديد بقوم بالليل من الصرخ بتاعت ركبتي. الحمد لله الحمد لله بقت كويسه تمام الحمد لله، يعني ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك ويعزك. ايوه والبرشام برضو اللي عند حضرتك بتاع الفيتامينات ده برضو خدت منه لبنتي عشان كان برضه عندها انيميا والضغط بيتواطي عندها. فالحمد لله، وانا برضه خدت منه كان عندي انيميا برضه، ظبطت الدنيا معانا والحمد لله يعني كويس الحمد لله. وخدت برضه من عند حضرتك الزبيب بتاع الشعر، كان بنتي من قدام شعرها خفيف. والحمد لله شعرها نبت وطول وطول بقى الحمد لله كويس يعني. ما شاء الله، يعني جبنا نتيجه الحمد لله في تساقط الشعر وفعلا تقل معانا وطول. ايوه الحمد لله، واتجع من قدام وتول. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب ستي والله الحمد لله. طب ارجع تاني بالنسبه لل 11 كيلو اللي احنا نزلناهم يا ام شيماء، حسيتي بتعب او باعراض جانبيه او؟ لا ده انا والله الحمد لله ولا اي حاجه وكويسه والحمد لله. وما شدتش عليكي في الرجيم؟ انا كنا بناكل عادي ولا ايه الاخبار؟ كنت باكل عادي وباخد الاعشاب، كنت باخد سمارتي. تمام الحمد لله بقيت كويسه والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وبنت اختي برضو جبتها لحضرتك عشان كان شعرها خشن وما بيطولش.
وخدت من عند حضرتك مجموعه حنين والبروتين، والحمد لله يعني من اول شهر جاب نتيجه الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. يعني بعدنا عن الفرد الكيميائي للشعر. ايوه طيب الحمد لله النتيجه معاه من اول شهر الحمد لله، بقت يعني احسن عن الاول يعني. الحمد لله رب العالمين. انا متشكر لحضرتك جدا، جزاك الله خيرا على المداخله الكريمه، واشكرك جدا جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، الحجامه وامراض العظام الجزء الرابع. هذا العنوان المهم جدا، والسيده الفاضله ام شيماء حاله مركبه بمعنى الكلمه، وزن زائد، خشونه في الركبتين لانها عامله عمليه في احدى الركبتين فبتحمل على الثانيه فحصل خشونه صعبه جدا، انيميا، فاعتقد ان هي تعتبر من الحالات المركبه. وهيبقى في هنا عائق ما بين الانيميا والتخسيس، ما انا لو خسست وشديت على المريض بتاعي في الرجيم هتزداد الانيميا سوء وتبقى مشكله كبيره جدا. لا احنا هنبتدي، حتى انا سالتها في حته التخسيس دي، هي كان وزنها 81 اصبحت 70 كيلو الحمد لله رب العالمين، يعني شلنا 11 كيلو نضرب في 4، يعني انا شلت من على الركبتين 44 كيلو. فطبعا هيبقى في فرق شاسع جدا مع الحجامه على الركبتين، وجدنا نتيجه رائعه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتهت المشكله تماما زي ما حضراتكم سمعتم الحاله وهي بتقول. طيب انا لما اخسس 11 كيلو، انا سالتها السؤال ده، هل شديت عليكي في الرجيم؟ هل منعتك؟ لان دي نقطه مهمه جدا. لا ما حصلش، كانت بتاكل اللي هي عايزاه، ودي النقطه الطبيه المهمه جدا، ان انا زي ما بقول لحضراتكم ما شدش على المريض بتاعي في الرجيم بتاعه وفي النظام الغذائي بتاعه، لان عايزه يبقى نظام حياتي، روتين حياته يبقى هو ده. فطبعا مش هاكله اكل خاص، مش هشد عليه، مش همنعه من حاجه، لا خالص. ولكن كل النقطه اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا بنزود الحرق او التمثيل الغذائي للجسد البشري. الانيميا الحمد لله رب العالمين قدرنا ايضا ان احنا نعالجها ببساطه جدا وباسلوب بسيط جدا. وبنتها كان عندها انيميا، وبنت اختها وبنتها كان عندهم مشاكل في الشعر، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا ايضا نجيب نتيجه طيبه جدا في مشاكل الشعر، وبعدنا تماما عن الفرد الكيميائي اللي دايما بحذركم منه، واللي بيدخل ايضا تحت طائلة تجار البشر. وفي قناة يعني قائمة بذاتها على واحدة كده بتبيع منتجات وبتعمل حاجات للشعر كده، يعني دلالة بمعنى الكلمة، ليست بطبيبة وليست لها أي علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها بتنتج بتعلن عن منتجات لفرد الشعر والتساقط الشعر وتجيب حالات وكل الكلام ده. نصب على حضراتكم وتدليس على حضراتكم، ليس أكثر ولا أقل، ليس له أي علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد. الطب له مضمار واحد وهو الطب والجراحة، العلم وليس شيء آخر، ليست قناة تلفزيونية ولا إعلان تلفزيوني ولا برنامج مباع، كل هذا بعيد تماما عن الطب. قدرنا الحمد لله رب العالمين بفضله سبحانه وتعالى نبعد عن الفرد الكيميائي اللي دايما بحذر حضراتكم منه، وقدرنا ان احنا نجيب نتيجة طيبة جدا في فرد الشعر وفي انبات الشعر وفي وقف تساقط الشعر، ودي نتيجة رائعة جدا جدا جدا. يتبقى لي في هذه الحلقة سؤال مهم جدا، هل الحجامة مؤلمة؟ وده اللي انا هسمع اجابته من المداخلة التالية من حلقة سابقة، ونركز شوية ونشوف فعلا الحجامة مؤلمة ولا لا، ونشوف أخبارها إيه. خلينا نشوفها مع بعض ونرجع نحللها من الناحية الطبية. والله أنا حابة أشكر حضرتك والله، لأن أنا كان ظهرت عادي ومن الظروف كانت عادي، فيعني حابة أتشكر حضرتك والله، يعني الحمد لله الحمد لله لما تابعت مع حضرتك وعملت الحجامة الحمد لله. عملنا الحجامه والحمد لله جابت نتيجه طيبه في الام الظهر. الحمد لله، كنت يعني اي خطوه اي حركه لو طلعت السلم كنت بتعب جامد، يعني في يعني تعب ورهق عليا والله الحمد لله. يعني الحمد لله مدام ياسمين، لقينا في اختلاف بعد الحجامه، لان الام الظهر ده كثير جدا بيشتكي منه، وكثير جدا يعني يقول لك لازم عمليه والكلام ده كله. هل انت كنت من الحالات ديت؟ الحمد لله بفضل حضرتك الحمد لله، والحجامة ما شاء الله يعني ريحتني وبقدر اتحكم الحمد لله يعني طبيعية يعني. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هل يا مدام ياسمين الحجامة كانت مؤلمة؟ نعم؟ كانت مؤلمة الحجامة أو مزعجة ليكي؟ لا والله بالعكس الحمد لله، وكنت حاسة بيها الحمد لله ما شاء الله، يعني سهلة جدا الحمد لله، مش فيها أي تعب ولا أكل. الحمد لله رب العالمين تمام يعني الحمد لله. للركب برضو عملت عليها جامعة وكتيبه من حضرتك ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
اهلا وسهلا بحضراتكم. والمداخله الاخيره في هذه الحلقه، هل الحجامه مؤلمه ام لا؟ لان ده سؤال مهم جدا لحضراتكم، لان انتم معلش مع احترامي تجهلوا تماما ما هي الحجامه الطبيه، ونجهل تماما كيفيه ادائها وازاي بتتعمل. سيبكم من اللي انتم بتسمعوه من عن الحجامة العشوائية، سيبكم من اللي حضراتكم بتسمعوه من التشريط الفظيع اللي بيسيب أثر والدم الجامد والحالات اللي بيغمى عليها، كل ده بعيد تمام البعد عن الطب. مدام ياسمين كانت بتعاني من حاجتين مش حاجة واحدة، ألام أسفل الظهر والركبتين، يعني برضو حالة مركبة؟ نعم حالة مركبة. ما ينفعش ان انا اقولها طب انا هعالجك الام اسفل الظهر وخلي ركبتين زيارة تانية، لا، ابتدينا نشتغل على الحالتين مع بعض. الام اسفل الظهر اللي كانت اي خطوة او طلوع سلم الم فظيع، وايضا الركبتين، والحمد لله رب العالمين انتهى الالم تماما. وزي ما حضراتكم سمعتوني، يعني ما اعتقدش ان في طبيب هيسأل المريض السؤال ده، هل الحجامه كانت مؤلمه؟ لا، انا سالته لان انا واثق تمام الثقه ان الحجامه ليست مؤلمه، الحجامه الطبيه ليست مؤلمه ولا تترك اثر وليس لها اي مشاكل تماما ان اجريت على يد طبيب متخصص تحت المظله الطبيه وتحت الطريق الطبي. ابدا مش هيبقى فيه اي مشكله ولا الم ولا اي اثر. وزي ما سمعتم، يعني رغم ان احنا اشتغلنا على الام اسفل الظهر واشتغلنا على الركبتين، مفيش اي الم ومفيش اي مشكله خالص بالنسبه لاجراء الحجامه. يبقى الحجامه مش مؤلمه ابدا، وما تخافش منها، لان كتير جدا بيجي يقول لي انا خايف. اقول له من حقك تخاف، لان حاجه تجهلها فلازم هخاف منها، لكن حقيقه ليست مؤلمه بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بتسيبش اثر زي ما بقول لحضراتكم اللي انتم بتسمعوه او اللي احنا بنتداوله للاسف بينكم وبين بعض. كل ده كلام بعيد تماما عن الطب، الحجامه مش مؤلمه ابدا ابدا. هيتبقى لنا سؤال مهم جدا في هذا الموضوع، الحجامه وامراض العظام، هل يا ترى الحجامه او العلاج بالطب البديل لامراض العظام مسكن أم إنه علاج دائم؟ ده اللي احنا هنعرفه في الجزء الخامس من هذا العنوان المهم جدا، الحجامة وأمراض العظام. شفنا مع بعض أربع أجزاء، هيتبقى لنا جزء علشان نثبت لحضراتكم أن الحجامة ليست مجرد مسكن وليست مجرد علاج بسيط ويرجع تاني الألم وترجع تاني المشكلة، لا، العلاج بالطب البديل علاج دائم لأمراض العظام. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.